نهاركم ابيض بخطين حمر بلون تي شيرت الزمالك، الزمالك اللي هنفضل نحبه ونشجعه وندعمه لحد اخر يوم في عمرنا. ومن هنا انا عايزه اوجه رساله قبل ما ابدا كلامي في اي حاجه، وقبل ما اتكلم معاكم في تفاصيل مباراه امبارح، انا حابه اتكلم في حاجه. كل الناس اللي بتقعد تقول انا هبطل اشجع الزمالك، انا هبطل اتفرج على الزمالك، انا خلاص مش هشجع الزمالك مره تانية، مش هتفرج على الزمالك غير لما اللعيبه ديت تتغير او اللعيبه ديت تبقى رجاله. كل الناس اللي بتتكلم الكلام ده، انا عايزه اقول لكم حاجه، انت لو بتشجع الزمالك عشان الزمالك كسبان او خسران فده قصه تانية، لو انت بتشجع الزمالك عشان لعيبه فدي قصه تانية، لو انت بتشجع الزمالك عشان مدرب او عشان رئيس نادي او عشان غيره فدي قصه تانية خالص. احنا بنشجع الزمالك عشان الزمالك، ولو احنا خسرانين في مباراه وأداءنا سيء في مباراة وطلعنا انتقدنا فده حق طبيعي وحق مشروع. احنا هنا بنطلع ننتقد من بداية من الصبح من برنامج نهارك أبيض لحد برنامج زملكاوي، بس ننتقد عشان حاجة واحدة، عشان مصلحة الفريق، عشان عايزين نشوف السلبيات اللي بنشوفها ديت مش عايزين تتكرر تاني، عايزين الفريق يكون أحسن. فده الانتقاد اللي احنا بننتقده هنا، انتقاد بناء عشان مصلحة نادينا وفريقنا قبل أي شيء. لكن اللي انت بتتكلم فيه ده حاجة تانية خالص، انك تقول انا مش هشجع او مش هتفرج او هبطل اشجع الزمالك، هبطل اتفرج على الزمالك، انت كده مش زملكاوي. اللعيبة رايحة وجاية، المدرب رايح وجاي، رئيس النادي رايح وجاي. انت لو انت بتشجع عشان الناس دي يبقى انت مش زملكاوي، يبقى انت مش زملكاوي بجد، انت كده بتدعي ان انت زملكاوي، او انت كده بتشجع الزمالك لانه نادي كبير ونادي عظيم وليه اسمه، او بتشجعه عشان لعيبة معينة. فكده احب اقولك ان يا ريت ما تتكلمش باسم الزملكاويه، لان الزملكاوي اللي بجد هيفضل يحب فريقه، هيفضل يدعم فريقه، مكسب خساره، لعيبه ترحل، لعيبه تيجي، مدرب يمشي، مدرب يجي، رئيس نادي يتغير، احنا هنفضل نحب الزمالك لحد اخر يوم في عمرنا. هو ده الزملكاوي اللي بجد، الزملكاوي اللي اتولد على حب الزمالك او كبر على حب الزمالك، هو ده بس اللي هيفضل يشجع الزمالك لحد اخر يوم في عمره، سواء الزمالك كسبان سواء الزمالك خسران، لعيبه تروح ولعيبه تيجي، احنا هنفضل نحب الزمالك وندعم الزمالك لحد اخر يوم في عمرنا. هو ده الزملكاوي الاصيل، هو ده الزملكاوي اللي بجد اللي يتقال عليه زملكاوي. دي كانت رسالة حابة بس أوصلها للناس، عشان الناس اللي بتدعي حب الزمالك أو بتدعي إنها زملكاوية وبتحاول إن هي تنشر الفتنة ما بين جماهير الزمالك، فكان لازم بس نوجه لهم الكلمتين دول.